حازم محمد إبراهيم من سكنة منطقة الجامع الكبير. بصراحة يعني هي فرحة كبيرة، لأن تشعر أنه بيتك بعد الدمار وبعد الهاي تحس أنه راح يتعمر ويطلع بصورة جميلة، يعني هي فرحة كبيرة جدا. أشكر منظمة اليونسكو ومنظمة الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرة الحلوة لإعمار مناطق القديمة والبيوت القديمة إن شاء الله، وجزاهم الله خير إن شاء الله.